متى شخص بيشكر أهله على كل شيء أو بيتذمر باستمرار؟ إيه أكيد دايماً بشكر أهلي على حتى الأشياء الكتير صغيرة ودايماً بقول لهم ميرسي على كل شيء. لا ما بتذمر لأنه هن دايماً بيتعبوا كرمالنا وبيضحوا بكل شيء عندهم لنا. لا أكيد بشكرهم لأن هن عم يتعبوا كرمالنا. إيه أنا دايماً بشكر أهلي على كل شيء بيعملوا لي إياه لأنه هن بيعملوا كل شيء كرمال مصلحتنا ونحن أكيد دايماً رح نحبهم. بشكر أهلي لأنه كتير بيتعبوا كرمالي. إيه أكيد دايماً بشكر أهلي على الأشياء اللي بيعملوا لي إياها لأنه هن بيضحوا كرمالي وبيعملوا أشياء كرمال أنا أكون مبسوطة.